معركة اليمن معركتنا، ثورة اليمن ثورتنا. ثورة قامت يوم 26 سبتمبر، يوم 27 سبتمبر الملك سعود كان عنده حالة هستيريا وبدأ يبعت السلاح إلى نجران وإلى جيزان. الشعب العربي في المملكة السعودية، الشعب العربي عليه مسؤوليات. هم سموه المملكة السعودية، هو ما سماش نفسه المملكة السعودية، هو في الجزيرة العربية طول عمره نجد والحجاز، ولكن الشعب العربي هل يقبل أن عندنا خسائر؟ أنا هقول لكم عدد الخسائر بالكامل، ومن أول يوم لغاية امبارح الخسائر اللي عندنا 136 ضابط وعسكري، الضباط 21، الجنود 115، كل واحد فيهم جزمته أشرف من تاج الملك سعود والملك حسين. صفقات السلاح المشبوهة التي تستهدف العرب ولا تستهدف عدو العرب، بدليل ان الاسلحة اللي بيديها لبعض العرب هو الذي يعطيها لاعداء العرب. اللي سلح اسرائيل هو اللي بيسلح السعودية، هو اللي بيسلح الدول الرجعية اللي موجودة في المنطقة. الطيارين الانجليز، وانتوا قريتوا اول امبارح كلام عن الطيارين الانجليز، الاتفاق بين السعودية وبريطانيا على ان بريطانيا تديها طيارين انجليز، و في طبعا في السعودية بعثة عسكرية أمريكية، وفي أيضا بعثة عسكرية إنجليزية. أنا لا أتصور بأي حال من الأحوال تستطيع المملكة السعودية أن تحارب في فلسطين وفيها قاعدة أمريكية وفيها قاعدة بريطانية. تستطيع السعودية أولا أن تتحرر من القاعدة الأمريكية وتتحرر من القاعدة البريطانية، ثم بعد هذا تتجه إلى تحرير فلسطين. وكل ال ما سعود اتكلمنا عليه قبل كده وعارفين حكايته كلها من اولها لاخرها، و يعني ال والضرب في الميت حرام.